السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسأل الله صباحكم بكل خير وصحة وعافية مشاهدينا ومستمعينا الكرام. حلقة جديدة من برنامج صباح رباح تجمعنا وياكم في ساعة مباشرة فيها بنتابع فعاليات ومواضيع مختلفة، لكن قبل أن نبدأ حلقتنا نبدأ معاكم في أغنية أو مع أغنية في حب الوطن ويا علم رفرف على كل السواري. رفرف على كل السواري ورب البيت ما تصبر فيني، هالطواري والصدر يشعل طواري والطواري بالصدر نار وحنين. يا علم رفرف على كل السواري معكم برنامج صباح رباح وفقراتنا الخارجية. اليوم بيكون معنا زميل محمد الشهراني من مدرسة الدوحة الثانوية للبنين، حيث بدأ يوم الأحد دوام المعلمين وأعضاء الهيئة التدريسية تمهيدا لاستقبال الطلبة بعد العيد واستعدادا لانطلاق العام الدراسي الجديد. أما بالنسبة لمواضيعنا داخل الاستديو راح تكون معنا هال سعد، بنتكلم عن تزيين البيوت القطرية بمناسبة العيد، بالإضافة إلى زوايانا الثابتة من علوم الجو وعلوم جرايدنا اليوم. البداية راح تكون اهتماما منها بفئة المواطنين من ذوي الإعاقة وكبار السن. أطلقت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية دورة تدريبية في مجال تعلم لغة الإشارة لأكثر من 90 مشارك. مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. انطلقت بمقر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية فعالية برنامج التميز في خدمة كبار السن وذوي الإعاقة. البرنامج يهدف إلى تدريب 90 مشاركاً على مهارات استخدام لغة الإشارة للتواصل مع ذوي الإعاقة السمعية. يشار إلى أن المتدربين سيعملون في أقسام جديدة تابعة للإدارات المختلفة لمساعدة الفئات المحتاجة إلى العون، وذلك في ظل اهتمام الدولة بشريحة ذوي الإعاقة السمعية وكبار السن. جميل، حلو، على الأقل يكون الواحد عنده هذه الفكرة أو الأساسيات على الأقل. صار وقت ناخذ معاكم حين جولة في جرائدنا الصادرة صباح اليوم. أولى الجرائد معنا اليوم وأولى العناوين المختارة فيها في محليات جريدة الراية: عطلة عيد الأضحى المبارك 8 أيام تبدأ من 31 أغسطس وتنتهي 7 سبتمبر.
وأيضا في جريدة راية في محلياتها تدريب 800 معلم على مهارات القيادة والبحث العلمي ضمن برنامج نظمة مركز التدريب والتطوير التربوي. أما بالنسبة لاقتصاد جريدة الراية، 1 مليار ريال التعاملات العقارية في أغسطس بدعم من مشروعات البنية التحتية، انتعاش عقاري يحفز النهضة العمرانية. أما بالنسبة للأخبار المختارة في جرائد أو في جريدة الشرق، المصرف المركزي يتوقع نمو الاقتصاد القطري بدعم من ارتفاع النفط ونمو الصادرات. وأيضا في جريدة الشرق ختام نشاط صيفي لأبناء منتسبي القوات المسلحة. أما بالنسبة للأخبار الرياضية في جريدة الشرق، توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين الاتحادين، سعادة رئيس اتحاد الكرة يستقبل نظيره الموريتاني، مونديال 2022 فخر لكل عربي ونتطلع للتعاون، وأكاديمية سبير نموذج أمثل لتخريج المواهب الرياضية. وإلى الأخبار المختارة في جريدة الوطن، عيدية أشغال 6 افتتاحات شوارع وتقاطعات حيوية قبل العام الدراسي الجديد، إنجاز تقاطعي التلفزيون والرياضة ونفقي تقاطع اللؤلؤة، افتتاح نفق المسيلة وشارع جاسم بن حمد يوم غد. وافتتاح نفق المسيلة هو بداية عدة افتتاحات، ومدير بلدية الدوحة لافتتاحات العديدة للطرق تخدم السكان. وأيضا في جريدة الوطن، تمديد حظر الرعي لـ2 عامين بقرار أصدره وزير البلدية والبيئة. أما بالنسبة لاقتصاد جريدة الوطن، احتفالات وعروض متنوعة في العيد، هيئة السياحة تختتم مهرجان صيف قطر بنهاية العطلة، والاحتفالات تنشط قطاعي التجزئة والضيافة، حفل ختامي كبير للمهرجان في 5 سبتمبر. والأخبار التعليمية في جريدة العرب، سعادة الدكتور محمد عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي استقطاب الكفاءات لمهنة التدريس قمة أولوياتنا، أكد أن الأجهزة التربوية تعزز كفاءة المعلم المهنية. ونظمت وزارة البلدية والبيئة يوم تعرف بأحدث طرق تجفيف الرطب في يوم إرشادي بحضور أصحاب المزارع. وبريد قطر يوفر خدمات سريعة ومتقدمة للطيران المدني. أما بالنسبة للأخبار المختارة في جريدة لوسيل، دعم جودة الخدمات المقدمة للمجتمع، اختتام برنامج التفتيش الإلكتروني لمفتشي الأغذية. والمشتريات القطرية تدعم التعاملات وترفع السيولة إلى 182.6 مليون ريال 7.49 نقطة ارتفاعا في المؤشر. آخر الأخبار المختارة، تطبيق نظام الإدخال المؤقت لبضائع العام الجاري، الغرفة والجمارك تنظمان ورشة تدريبية للنظام الجديد. هذه أخبارنا المختارة لليوم، فاصل نستكمل معاكم باقي فقرات الصباح روح.
حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا. يستضيف مجمع ميادين لوسيل للرماية بطولة أشبال تميم المجد الصيفية للرماية. البطولة الصيفية شهدت مشاركة واسعة من قبل المراكز والمؤسسات التعليمية. بنعرف أكثر في هذا التقرير. بمشاركة نخبة من الواعدين من المراكز والمؤسسات التعليمية بالدولة، انطلقت على مجمع ميادين لوسيل للرماية بطولة أشبال تميم المجد الصيفية للرماية، والتي ينظمها نادي الرمي الرياضي. وتنقسم المسابقة إلى فئتين عمريتين، الأولى من عمر 7 وحتى 10، والثانية من 11 حتى 14. البطولة هذه حملت اسم أشبال تميم المجد، بالاسم غالي علينا، وحبينا أن الشيء هذا يكون بعد هم الصغار نفسهم حاسين فيه وحاملين فيه ومشاركين فيه، يعني يشاركون فيه الدولة في الظروف هذه. فالحمد لله يعني البطولة مثل ما شفنا ناجحة، الكثير من أولياء الأمور متواجدين، فهذا دعم لهم ودعم لنا إن شاء الله. المشاركة جدا ممتازة، تعلم الأولاد على الرماية، تعلم على الانضباط، على السلوك الزين، فمشاركة جدا فاعلة، مجموعة كبيرة من الأولاد موجودين وأولياء الأمور، يشكر عليها الاتحاد الرماية بكل أمانة. وتكمن أهمية إقامة هذه البطولة في جمع أكبر عدد ممكن من أبناء قطر وتعريفهم بالأجواء التنافسية خلال إقامة مثل هذه التجمعات، والتي من أهدافها ضم مجموعة من أبنائنا لصفوف المنتخب القطري. بعد نهاية البطولة راح ناخذ الأفضل الرماة ويتم تتويجهم نفس نظام البطولات اللي هي المخصصين احنا للكبار. وطبعا مثل ما شفتوا انتم في عندنا مدربين هنا حاطين عيونهم على الفئات، طبعا احنا ناخذ الفئات اللي من 12 سنه، فحاطين عيونهم على الشباب اللي عندهم موهبه. يشار الى ان ميادين لوسيل للرمايه كانت قد فتحت ابوابها منذ بدء العطله الصيفيه، حيث اتخذت العديد من المؤسسات والانديه الرياضيه من هذه الميادين نقطه انطلاق لانشطتها الصيفيه. ومن الرياضة إلى التعليم، وتقريرنا التالي مشاهدينا يتمحور حول التعليم في قطر، خنتابع. تطور الأمم يبدأ من اهتمامها بثروتها البشرية، والاهتمام بقطاع التعليم هو من أهم أسس النهوض بالرأسمال البشري والتنمية البشرية، التي هي إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. ولأن التعليم يساعد على إعداد المواطنين لتحقيق أهدافهم في الحياة، كان من الضروري تحسين وزيادة فرص الحصول على التعليم العام من الروضة حتى الصف 12 في الدولة، وهذا ما ترجمته استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 لقطاع التعليم. قالوا: التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، ولهذا فقد لقي التعليم المبكر اهتماماً كبيراً، وذلك من خلال إنشاء العديد من رياض الأطفال خلال السنوات الماضية والمصممة لهذه المرحلة من التعليم، فهي البذرة التي تضمن تحقيق الأهداف التربوية للتعليم في المستقبل. وعكست الجودة المقدمة في التعليم للمرحلة الابتدائية تبوأ قطر وفقاً لتقرير التنافسية العالمية 2015-2016 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، المركز الأول عربياً والتاسع على مستوى العالم. وكذا التعليم في المرحلتين الإعدادية والثانوية حقق تطوراً واضحاً باعتلاء الدولة المركز الثاني عالمياً على مستوى جودة النظام التعليمي للمرحلة الثانوية، وفي جودة تعليم الرياضيات والعلوم تصدرت قطر المرتبة الخامسة من بين 140 دولة شملها التقرير. وما هذه الإنجازات العالمية إلا انعكاس لاهتمام قيادتنا الرشيدة بقطاع التعليم وسعيها لإقامة نظام تربوي وتعليمي يضاهي أرقى الأنظمة التعليمية في العالم. ما
بعد الرياضة والتعليم إلى الثقافة وتحديداً الفن أو متحف الفن الإسلامي، حيث استضاف المتحف معرض البارود والجوهر الذي يضم مجموعة مميزة من الأسلحة التي تعود إلى منتصف القرن السابع عشر وأواسط القرن التاسع عشر. نتابع هذا التقرير. افتتح في متحف الفن الإسلامي معرض البارود والجوهر الذي يضم مجموعة متنوعة من الأسلحة الإسلامية من مقتنيات فاضل المنصوري، وذلك بحضور عدد من كبار مسؤولي متاحف قطر وشخصيات عامة. المعرض هو بناء على قطع أسلحة نارية وبيضاء، لكن تسليط الضوء هو على الحرف أو الحرف اليدوية اللي كانت تصاحب هذه القطع في تركيا، إيران والهند، اللي هو العصور الصفوية والمغولية والعثمانية. طبعاً في نفس الوقت هاي تشجيع من عندنا الكوادر القطرية والمقتنيات اللي موجودة عندهم، ونتوقع أن في المستقبل إن شاء الله بيكون تقديم نفس المعارض من مواطنين آخرين. يضم معرض البارود والجوهر مجموعة مميزة من الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء المزينة بالعاج والذهب المرصع بالأحجار الكريمة والخط العربي، والتي تعكس براعة صانعي الأسلحة في ثلاث إمبراطوريات مختلفة، وتعود إلى منتصف القرن السابع عشر وأواسط القرن التاسع عشر. ما يميز هذا المعرض هو تركيز المعرض على القطع ذات العناصر الجمالية والتي تميزت بها البلاد الإسلامية، وأغلب القطع هذه ترجع ملكيتها بسبب كمية ونوع التزيين إلى أفراد في المجتمعات الإسلامية ممن كانوا قادة عسكريين أو وزراء أو سلاطين. يستمر معرض البارود والجوهر من 27 أغسطس حتى 12 مايو 2018 في متحف الفن الإسلامي. ومن متحف الفن الإسلامي إلى متحف السلاح الذي يعد من المتاحف النادرة في المنطقة لما يحتويه من مقتنيات تاريخية، نتابع هذا التقرير. يعد من المتاحف الفريدة من نوعها في الخليج العربي، بخاصة أن الأسلحة المعروضة فيه تشهد على أبرز الحروب والغزوات والثورات التي مرت على المنطقة. تحتوي المعروضات على العديد من المجموعات النادرة كالسيوف والخناجر والبنادق الخليجية والعربية ومجموعة الأسلحة النارية وملحقاتها. أما مجموعة الأسلحة البيضاء فتحتوي على سيوف خليجية وتركية وفارسية، فضلاً عن نماذج من الخناجر العمانية واليمنية. هناك قسم الإهداءات أو المجموعة الخاصة بالملوك والرؤساء والزعماء التي أهدوها لقطر أو تم شراؤها من المزادات العالمية، وهي تتسم بالفخامة وقيمة تاريخية لا تقدر بثمن، منها خنجر الشيخ أحمد بن علي بن عبد الله آل ثاني حاكم قطر في منتصف القرن العشرين، وسيف نادر جدا مصنوع من الذهب الخالص للشيخ جاسم بن محمد بن ثاني مؤسس دولة قطر، وخنجر نادر للشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني الحاكم الأسبق للدولة. يشار إلى أن متحف الأسلحة انضم إلى قائمة المتاحف في قطر عام 94.
والورد وزينة العيد، ولكن بعد الفاصل. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا، وحين نروح عند زميل محمد الشهراني المتواجد في مدرسة الدوحة الثانوية البنين، بيعرفنا على استعدادات انطلاق العام الدراسي الجديد. صباحك الله بالخير يا محمد. يا هلا ومرحبا فيك اختي، صبحت الله بالخير ايضا الساده المشاهدين، صبحكم الله بالخير. متواجدين في مدرسه الدوحه، امس انطلق وقبل امس تقريبا انطلق العام الدراسي الجديد للاداريين والمعلمين اللي تواجدوا في المدارس لترتيب بعض الامور قبل بدء العام الدراسي اللي راح يكون ان شاء الله بعد العيد. حاليا معي الدكتور صالح الابراهيم مدير مدرسه الدوحه اللي راح يحدثنا اكثر عن استعداداتهم بشكل عام لبدء العام الدراسي. اهلا ومرحبا فيك يا دكتور، صبحك الله بالخير. متواجدين اليوم في مدرستكم، نشوف التعديلات، شلوف هالتجهيزات لانطلاق بدء العام الدراسي الجديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخوي محمد. طبعا يمكن السنة هذه شوي سنة استثنائية حتى على مستوى الدولة، يمكن احنا طول الصيف ما سكرنا، احنا طول الصيف احنا مداومين لبداية العام الدراسي. يمكن انا راح ابدأ من خطاب سمو الأمير الله يحفظه ويرعاه، قطر بعد الأزمة تختلف تماما عن مرحلة ما قبل الأزمة، لذلك احنا وضعنا لنا مجموعة من الأهداف هذه السنة وطول الصيف احنا شغالين. المرحله الاولى مرحله الامن والسلامه، نحن نضمن سلامه ابنائنا، لذلك الحمد لله كانت الصيانه وكانت يعني موجوده، والوزاره يعني كانت سخيه في هذا الجانب. طبعا عملنا صيانه كامله للمدرسه، راعينا فيها كل شروط الامن والسلامه، وكانت الشروط صارمه لحمايه ابنائنا. طبعا انطلق دوام الموظفين يوم الأحد وانطلق بجدية كبيرة. طبعا أول شيء في تعريف المعلمين بحقوقهم وواجباتهم، تعريفهم بالمنهج اللي راح يدرسونه، تعريفهم بالخطط، تعريفهم بالمشاريع. السنة هذه بالذات يعني استغلنا، يعني انطلقنا من خطاب سمو الأمير، عندنا عدد كبير من المشاريع اللي تهدف لبناء أبنائنا وتنمية مهاراتنا حتى إحنا
وزعنا الجدول، وزعنا الفصول، الحمد لله رب العالمين المناهج حاليا متوفرة، الكتب تم توفيرها بالكامل. احنا جاهزين للانطلاق ان شاء الله بتاريخ 10/9. الاستعدادات المدرسة يعني على قدم وساق، والسنة هذه بإذن الله راح تشوفون مشاريع نوعية يمكن مش موجودة حتى على مستوى الدول الأخرى، يعني لأن كل الدولة ماخذة الجدية في بناء هذا الوطن، وبما فيهم احنا القطاع التعليمي. الله يوفقكم ان شاء الله ويسهل اموركم. بالعكس المشاريع ان شاء الله، انا ادري بكم مدرسه الدوحه ما يحتاج لو نتكلم له بكره، ما شاء الله مشاريعكم واجده وراح نتعرف عليها ان شاء الله بعد بدء العام الدراسي الجديد، بناخذ تفاصيل عن هذه المشاريع. دكتور ما شاء الله التجهيزات اللي انت ذكرتها من ناحيه طرح الحقوق والواجبات للمعلمين وايضا الاداريين، ايضا شو الاستعداد اللي المدرسين بيسوونه لاستقبال الطلبه ان شاء الله؟ طبعا احنا الهدف في اليوم الأول طبعا إذا الطالب حب المدرسة يعني راح يستمر، فإحنا وضعنا جدول لليوم الأول شلون نستقبل الطلاب، شلون نوعيهم، شلون نخليهم نشاركهم في أهدافنا. يعني إذا الطالب كان بعيد عن أهدافك فهم ما راح يتجاوب وياك، فركزنا الأسبوع الأول هو أسبوع توعية للطلاب، يتعرفون على المنهج، يتعرفون على أهداف المنهج، إيش الخطة اللي إحنا راح نمشي فيها طول العام الدراسي، راح نتعرف على نقاط القوة عندهم من خلال اختبارات رسمية راح تطبق، نتعرف على نقاط الضعف، راح نحصي المواهب الموجودة في المدرسة، نتعرف على إمكانياتهم، وبالتالي راح نستغلها في المجال الدراسي، وراح نستغلها في المشاريع. راح بإذن الله راح تكون سنة حلوة لأبنائنا ولنا احنا. راح نهتم كذلك في جانب التطوير المهني للمعلمين، لأن الثبات هذا شيء غير مرغوب فيه، لكن طبعا عملنا برنامج كبير للتطوير المهني راح ينعكس أثره على أبنائنا الطلبة. الله يوفق إن شاء الله ويسهل أموركم. بالعكس المعلم هو من أهم شيءنا لتأسيس الطالب. دكتور لو نرجع للمعلم، كل سنة تقريبا في معلمين يروحون يطلعون من السلك التعليمي وفي معلمين جدد، هل هذا يأثر على مسار المنظومة التعليمية بشكل عام؟ طبعا هذا ما يأثر، لأن احنا جالسين نتبادل الخبرات، يروح من عندنا مدرس ويجينا مدرس، هذا المدرس ما تم اختياره بطريقة عشوائية، هذا تم اختياره من قبل مجموعة من اللجان. وحلو ان انا عندي مدرس، ليش انا بس ماسك المعلومة عندي وما تنتقل الى الآخرين، ماسك النشاط عندي ما ينتقل للآخرين، وبالتالي من خلال انتقال المعلمين راح نتعرف على تجارب المدارس الأخرى. أنا عندي مدرس من المدرس سيم ماسك نشاط معين، مبدع في جانب معين، لا حلو أن الآخرين يستفيدون. ويمكن احنا يمكن هذا توجهنا حتى في مدرسة الدوحة الثانوية، احنا كل مشاريعنا دائما نطرحها لباقي المدارس، يعني وبالتالي هذا الشيء اللي نطمح فيه. حتى يوم يجي لك مدرس جديد راح يجيب بنفسية جديدة بطموح جديد راح تستغله أصلاً في العمل يعني. بالضبط. الله يوفقكم إن شاء الله ويسهل أموركم. دكتور في ختام هذا اللقاء كلمة توجهها لإخوانك خواتك المعلمين والإداري الموجودين في المدارس. طبعاً أقول لهم اتقوا الله في أبنائنا. تخيل هذا الطالب بتشوفه بعد 10 سنوات، إيش الصورة الذهنية اللي تحب ترسمها في عقل هذا الابن؟ صورة إيجابية عنك أو صورة سلبية؟ إيش اللي أنت تحب تقدمه لهذا البلد اللي قدم لك الكثير من خلال راح تقدم من خلال هذا الابن؟ فابدأ خل الزرعة أو النبتة اللي بتزرعها تكون نبتة صالحة. الله يوفقهم، وإحنا مقدرين جهودهم، المعلم يبذل جهد كبير، المفترض أن إحنا كل المجتمع يقدره، والمفترض أنه هو يعطي كل ما عنده للآخرين. الله يوفقكم إن شاء الله، وكل الشكر لك دكتور صالح على هذه الكلمات الطيبة أيضا الموجهة للمعلمين، وعسى ربي يوفقكم إن شاء الله. للأمانة جهود واضحة لكل المعلمين والإداريين
بيض الله وجهكم. الله يخليك، شكرا ما قصرتوا. وياك ان شاء الله. طبعا اعزائي المشاهدين، وصلنا لنهايه هذا اللقاء مع الدكتور صالح ابراهيم اللي حدثنا اكثر عن استعداداتهم لبدء العام الدراسي، وايضا الاستعدادات لبدء العام. امس تم استقبال 164 معلم ومعلمه، وايضا معلم مساعد جدد قطريين انضموا للسلك التعليمي. تمنياتي لهم بالتوفيق ان شاء الله، وايضا لاخواني المعلمين والاداريين الله يوفقكم ان شاء الله ويسهل اموركم، والى الامام ان شاء الله. ترى عليكم مسؤوليه وجهد مضاعف، واحنا واثقين من قدرتكم على النجاح باذن الله. هذا كل اللي عندي، والله يعطيكم العافيه. شكرا محمد، ونشكر ضيفك الكريم، وننتقل الى موضوع اخر، ونتكلم عن الزراعه تحديدا، او نتكلم عن الاشياء اللي ممكن نزين فيها البيوت من الورد والمشموم. معنا كل اسبوع هلا السعد، تكلمنا عن شيء جديد، ويمكن هم كانوا يتكلمون عن بدايه العام الدراسي، ومن شوي تكلمنا عن بدايه العام الدراسي وش قد له علاقه بالمشموم اول السنه يوم تاخذينه معك تروح المدرسه. اول شيء صبحت الله بالخير اختي خلود على جميع مشاهدين قناه الريان، وموضوعنا اليوم مناسبة قرب العيد، الله يعيد علينا ان شاء الله وعليكم بالامن والامان والصحه والعافيه. الورد، الفل، المشموم، الياسمين، له ذكريات في يعني عندنا كلنا ايام الطيبين. الاوليين طبعا يذكرني دائما من اشم ريحه الفل والمشموم، يذكرني باول يوم دراسي اروح المدرسه. كنت اطلع من البيت، طبعا ما شاء الله احنا الزرع عندنا الفل والياسمين هذا لازم، والمشموم اخذه واهدي لي افضل مدرسه عندي. والله يا حلوهم لو بناتنا الحين يسوون. الحين عطل علينا الورد اللجوري الصناعي الطبيعي باشكاله والوانه، غطى على الاشياء هذه اللي اعتقد الحين يمكن اندثرت. احنا نقول اكثر البيوت قبل كانوا يزرعونها، الجيران كانوا يتداولونها، يعني مثلا واحده عندها مناسبه اليوم تتصل بجارتها يمعي لي مشموم عندي مناسبه اليوم، فكانت اشياء هذه وايد حلوه يعني ايام اول. يمكن الحين بعض البيوت تسويها، والبعض خلاص يعني اعتمد على المحلات التجاريه، على الورد الصناعي، الورد الطبيعي، الالوان والاشكال. نقول احنا هذه لها رائحة نفاثة، ريحتها يعني تفوح في المكان وتثبت، مو نفس الورود الثانية. يعني نقول الورد الجوري لا ريحة، لكن ريحة الفل والياسمين والمشموم يعني لا ريحة، تذكرك بأشياء وتنفذ ذاكرة فعلا. ولو ما تقربين منها تشمينها، يعني إن بس تحطينها يمك. فأنت قلت تشمينها، المشموم يا من هالتسمية، إن ودك تشمينها، من تشمين الريحة تاخذينها وتسوي لك باقه وتمشين فيها، ففعلا ريحتها تتم في المكان، تعطي احساس بالراحه. ياتي تعبانه من برا من الدوام، اول ما تدشين تشمين ريحه المشموم راحه نفسيه. طبعا تدخل في الزيوت العطريه، وايد من طبعا ربات البيوت والنساء اللي يحبون يعني يسمون الخلطات العطريه دائما يدخلون المشموم والفل في عطوراتهم. فطبعا احنا قبل كنا المشموم نحط عليه الكلونيا او نخلطه مع بعض، فتزيد الريحه وتفوح وتثبت يعني اسبوع اسبوعين تتم الريحه ثابته في المكان، فتعطيك ذكريات وتحط في بالك، ترسخ في بالك اشياء ما تنسينها، بالذات المناسبات الخاصه لك، للجيران، لحد من هلك، فتتم المناسبه هذه في ذاكرتك. وغير انه سهل انك تزرعينها في البيت، وشيء مثلا جاتك مناسبه للحين بتروحين وبتسوين اوردر، فهذا انت موجوده عندك زرعتها. لو زرعتي مثلا 5 أشجار من الفل، الفله الواحده تعطيك تقريبا فوق ال 15 زر زهره. يعني فانت راح تكونين باقه منها، باقتين ما عندك من البيت، انت اللي حاط، انت اللي ساقيتهم، انت اللي ربيتهم على يدك. منظر جميل، يعني الواحد كل ما دش البيت ستريس الشغل الزحمه، بس انه يشوف هالمنظر ويشم هالريحه على طول راحه نفسيه فعلا. وايضا المشموم زراعته ايضا سهله، وممكن ينزرع في اي مكان، ومنظر جميل اول ما تدخلين البيت تشوفين مثلا مسويت لك لاين او حوضين من المشموم ومداخله فيه الفل، اللون الابيض واللون الاخضر يعطيك يعني فرحه اول ما تدخلين البيت وتشوفينه. وتزيينه بناء على ان انت اللي مسويته بيدك وزرعته.
لو تكلمنا عن طريقة زراعتهم أو شنو يحتاج الفل، شنو يحتاج المشموم. طبعا أول شيء التربة، لازم نأمن لها التربة اللي فيها كل العناصر اللي هي تحتاجها، من حديد، من مواد ثانية، تحافظ عليها وتعطينا اللون الأخضر وتعطينا المنظر الجمالي اللي يفيد الشيرة. ثاني شيء الري، احنا نقول دائما الماي ما في كمية معينة أقدر أقول لك مثلاً أعطيها ثلاث أكواب أو أعطيها فل ماي، لا، الفل بالذات يحتاج كميات بسيطة من الماء، يعني هو يتحمل الجفاف لكن ما يتحمل أن أنت تعطينا كميات وايد من الماء. طيب شلون إحنا نقيم الوضع؟ يعني مثلاً طبعاً يختلف اللي حاطتها في الصيص غير اللي حاطتها على الأرض. أكيد. فهل هي مفروض أنها تزخ التربة تشوفها رطبة؟ هاي الطريقة اللي يعتمدونها حتى المهندسين والأخصائيين الزراعيين يعتمدونها. تجيبين خشبة أو أي شيء تعرفين تقيسين فيه ويكون صلب وتحطينه في التربة لمقدار معين يعني من الأرض. طبعاً القصيص لو دخلناه كامل لين القصيص بكبرة ونشوف مدى رطوبة العود هذا اللي دخلناه، هل هو في ماي ولا ما في ماي. هني نعتمد نقول إنه هو يحتاج إلى ماء، إذا حصلناه رطب خلاص خلينا ما نعطي ماء زيادة. فهني هذه هي الدرجة أو المقياس اللي تعرفين هل يحتاج النبات هذه إلى ماء أو لا. يعني ما أقدر أحكم على التربة لا من فوق السطح. ما تحكمين من فوق، لأنه ممكن تترشينه بالماء خلاص السطح بيكون فيه ماء، لكن هل الجذور اللي تحت وصل لها ماء؟ فهني لازم أن تدخلين أي مادة عود أو شيء أن تعرفين يمتص الماء اللي موجود في التربة، وهني نقيس كمية الماء اللي يحتاجها النبات سواء كان على المشموم الفل أي نوع من أنواع النبات نحكم ونقيسه بهذه الطريقة. وحتى لو في الصيف نفس الوضع الصيف طبعا احنا نقول يحتاج إلى كمية أكبر من الماء غير عن الشتاء. الشتاء ممكن أن تمطر، عندنا الجو يكون ممطر فخلاص أوردي خذ كفايته من الماء، إذا كان مطر قوي إذا كان مطر خفيف فبعد لازم نشيك عليه، لأن كمية الأمطار بعد يمكن ما استفاد الزرع من كمية المطر اللي نزلت، يحتاج إلى كمية أزيد. فهني تعرفين بهذه الطريقة اللي احنا نقول عنها طريقة عملية أو طريقة يدوية، يعني أنت بنفسك تشوفين الكمية. أما أنا أقول لك مثلاً عطي مثلاً هذا الحوض يحتاج إلى كوب، ما نقدر نقيم لأن أنت ما تعرفين الشرة هذه شنو احتاجت من الماء، إيش كثر شربت ماء، حجمها، حجم القصيص، حجم الجذور. فيعتمد كمية الري هذه جدا مهمة، لأن وايد في من الأشجار نفس الفل يعني ما يتحمل أنك تغرقينه بالماء، يتحمل الجفاف أنه يتم مثلا التربة جافة وما ما تسقينه ماء، يتحمل الجفاف لكن ما يتحمل كثرة الماء. طيب هل صحيح أن أفضل وقت لري الزرع قبل الظهر قبل تصير الشمس حارة؟ بداية الصبح نقول قبل لا تطلع الشمس أساسا، وإذا أنت فاتش هذا الوقت ممكن خلاص لين غابت الشمس آخر العصر، مش الظهر يعني مش في لا الظهر يعني الشمس موجودة، فأنت لما راح تعطينا الماي راح يتبخر بيجف على طول قبل بيجف على طول قبل لا يستفيد منه النبات نفسه. وعلى حسب التربة، إذا كانت التربة ثقيلة فراح تحتفظ بالماي ما راح تتبخر بسرعة، إذا كانت التربة خفيفة لا راح تسحب الماء كلها وتروح وما راح يستفيد الهايفة. نوع التربة أيضا يعتمد على الري ووقت وقت الري متى نسقي. بس أن يعني الشيء المعتاد عليه أن والأفضل أن أول الصبح والمغرب. أوكي. شغلة ثانية، القصيص يختلف في أنواع قصيصات، ما أدري هذا لا أي إنه هذا مثلاً مسكر من تحت، في بعضهم لا يكون فيهم نفس الفتحات أساس وصحن أساس إن الزايد من الماء في التربة بدل تعفن التربة إنه ينزل. فشنو الأصح وشنو الأفضل أو يعتمد على نوع النبات نفسه؟ كل النباتات لازم يكون في تصريف للماء، الكمية اللي يحتاجها النبات يأخذها، اللي ما يحتاجها يتم تصريفها من عن طريق الفتحات اللي نسويها أسفل القصيص. فهذا القصيص إحنا نأخذه مسكر، نقوم إحنا بعمل بعض الفتحات فيه من تحت ونحط له صحن على أساس نشوف أيضا الماء اللي تصفى منه. أنا عطيته اليوم كوب، شفته طلع الماء معناته أقلل.
فهني تعرفين ايضا كميه الماي اللي يحتاجها هالقصيص بالذات، فلازم الفتحات في اسفل القصيص او في الاحواض بالذات ضروريه جدا. طيب بالنسبه حق نوع التربه، اذا كانت تصرف الماي وايد فهل معناته انا عندي مشكله في نوع التربه المفروض ابدلها؟ على حسب النبات وشنو يحتاج، في بعض النباتات تحتاج الى تربه خفيفه، ما تحتاج الى تربه طينيه وتمسك الجذور، ما تقدر تاخذ راحتها. فنوع التربه يعتمد على نوع النبات اللي انت زرعته، واغلب طبعا الاشجار كلها تاخذ التربه الخفيفه اللي هي رمليه ونضيف عليها السماد والطين، تكون تربه مختلطه نسميها. فنوع التربه يعتمد على نوع النبات اللي انت راح تزرعينه. جميل. اليوم عندي انا اسئله وايد، انت ملاحظه؟ اي ما شاء الله عليك. حلو. طيب المشموم، هل صحيح ان المفروض اذا شليناه وهي الشجره كبيره نبي نغير مكانها ممكن انها تموت؟ نقل النبات او نقل الشجره من مكان الى اخر، اذا كان في الحوض العمليه سهله، بتشلينه بالتربه كامله بالجذور بتوسعين ما في اي مشكله، لكن اذا كان اساسا في الارض هني لازم ناخذ مساحه نشوف جذور الشجره هذه لوين واصله. اذا كانت المشمومه شجرتها كبيره فناخذ ناخذ مساحه كبيره من التربه مع الجذور وننقلها الى المكان اللي احنا نبيه. جميل. فهي نقطه ضروريه، لان الجذور اذا تقطعت او ان انشالت التربه من الجذور كانك نقلتيها الى مكان ما تعرف هي وين رايحه، الجذور متعوده على تربه معينه وبيئه معينه هي فيها، فتنقلينها لمكان ثاني خلاص يختل عندها، يا تعيش يا ما تعيش انت وحظك. بس اذا خفتيها كامله التربه مع الجذور ونقلتيها ان شاء الله باذن الله تعيش. حلو. طيب هلا بعد شو الاشياء او انواع النباتات اللي ممكن تعطي ريحه جميله ويعني منظر جميل في الحوش وسهل زراعتها خصوصا في بيئتنا؟ طبعا اضافه الى الانواع اللي موجوده عندنا، المشموم، الفل بانواعه، الياسمين بانواعه، ممكن ندخل الورد الجوري. بس الورد الجوري احنا نقول في مواسم يطلع فيها، ممكن مثلا الفتره هذه اللي احنا محتاجين فيها الى الورود ما يكون موسمها. فهني الورد الجوري له مواسم انه يطلع فيها وتزهر الورود، وكمياتها بتكون قليله، الشجره الواحده اذا ما كانت كبيره بتطلع لك ورده، وردتين، ثلاثه، انت تكونين محتاجه الى اكثر من ورده. فالفل الشجره الواحده تطلع لك اكثر من 10 ازرار من الزهور. المشمومه بكبره ما شاء الله الشجره ممكن تستفيدين منه، من اوراقه، من هذه الياسمين كذلك، الشجره الواحده تطلع لك اكثر من ياسمينه، اكثر من زر ياسمين. بس لو ذكريني هالش اسم هالفل وهالفل شو يفرقون عن بعض؟ هذا الفل الرازجي اللي هو الهندي، ايتش صغير، حبات صغيره، غير عن الفل العادي البلدي اللي ايتش اوراقه شوي، اوراقه مثل ما نقول احنا متقاربه، كانها ورده مسكره شوي، ايه متقاربه من بعض ومسكره. والريحه الفل الرازجي ايتش اقوى من الفل العادي. اي واحد فيهم زراعته اسهل؟ تقريبا الاثنين زراعتهم نفس الشيء، بس الفل البلدي العادي طبعا زراعته تكون جدا سهله، ما يحتاج التسميد مرتين في السنه، يحتاج الى كميات مثل ما قلنا، لا هي وايد ولا شوي كميات الماء، ما تحاتين مثلا ان لازم اسقي مثلا في وقت معين او انه يحتاج الى كميه من الماء لازم اعطيه، زراعته جدا سهله. نفس الشيء المشموم، ما يحتاج الى عنايه او رعايه اكثر من الزياده اللي ممكن تقولين ربة البيت تقول لا انا ما اقدر ازرع، يحتاج الى جهد، يبي له تنظيف، يبي له مزارع، كل يوم لازم اطلع انظفه واقصص ابدا زرعي تزرعينه وتخلينه. حلو. هال سعاد شكرا لوجودك معنا، واتوقع اللي شاف لنا فقره او ثنتين وما بدا يهتم في الزراعه ما اعتقد، اكيد انه بدا يهتم، انا عن نفسي فعليا بديت اهتم. شكرا لوجودك معنا، ومشاهدينا نختم حلقتنا وياكم مع تقرير يعكس جمال البيئه القطريه واهميه الحفاظ عليها، نتابع هذا التقرير. Thank you.
في ظل ما تشهده الدولة من نهضة عمرانية وإنشاء بنية تحتية، فقد ظلت البيئة تمثل محور اهتمامها، فكانت الدولة السباقة إلى سن قوانين لحماية البيئة، حتى توجت تلك الجهود باستضافة وترأس قطر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي في شهر ديسمبر من عام 2012. والدستور القطري كذلك بقي داعماً للبيئة، فالمادة 33 منه تنص على أن الدولة تعمل على حماية البيئة والحفاظ على تنوعها وتوازنها الطبيعي، تحقيقاً للتنمية الشاملة والمستدامة، وذلك انسجاماً مع الرؤية الوطنية 2030. كما سعى القانون إلى التأكيد على التزام قطر بتعهداتها الإقليمية والدولية التي وقعت عليها في مجال الحفاظ على البيئة. وتأكيداً منها على اهتمامها بهذا المجال، تحتفل الدولة في 26 من شهر فبراير من كل عام باليوم القطري للبيئة، حيث تسعى إلى تحقيق التوازن بين التنمية البيئية وباقي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، ما يوفر الأساس لرفاهية طويلة الأمد للمجتمع القطري، وذلك من خلال بيئة صحية توفر العديد من الخدمات البيئية ذات الأهمية للتنمية الاقتصادية. كما أولت دولتنا الحبيبة الحياة الفطرية أهمية بالغة، وذلك للمحافظة عليها وإنمائها وحمايتها من الانقراض، وسعت الدولة إلى إنشاء العديد من مناطق الصون والمحميات الطبيعية بغرض حماية وصيانة الأنظمة البيئية ومكوناتها. كذلك لقي إنشاء المحميات اهتماماً واضحاً من الدولة، فانتشار المحميات بأنواعها الرعوية والطبيعية في مختلف أرجاء قطر خير دليل لكونها تساعد في المحافظة على التنوع الحيوي للبيئة القطرية. وبالتأكيد فإن هذا الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة للبيئة ما هو إلا جهود واضحة انعكست على البيئة الخلابة التي حباها الله لقطر، وساعدت على المحافظة على جمالها الجذاب وسحر طبيعتها الأخاذ. وبتشذيكم صلى معكم لنهاية حلقتنا اليوم، نشوفكم بكرة مع مواضيع جديدة، فما الله.